السلام عليكم الاخوان، تحيه طيبه للجميع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ناشطين فرحانين مرتاحين الحمد لله، تبارككم على ما يرام. كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. غبرنا الاصدقاء ثلاثه الاسابيع ما حطينا حتى شي فيديو الاخوان، وهذا هو اول فيديو في رمضان. المهم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في هذه الفتره هذه اللي غبت فيها. مريت بواحد التجربه فاشله بكل المقاييس الاخوان بخصوص طيور الكالوبسيت او الكوكتيل. ان شاء الله غادي نبداو من هنا لقدام، غادي نبداو واحد السلسله ديال المبتدئين، سلسله الانتاج من طيور الكالوبسيت او الكوكتيل من الصفر للمبتدئين، او من تحت الصفر. حنا غادي نبداو من تحت الصفر كاع، ماشي مشكله الاخوان، لانني في هذه الفتره هذه اللي فاتت ثلاثه الاسابيع مريت بافشل تجربه دازت عليا عبر التاريخ الاخوان. المهم الاخوان، التجربه الاولى زوج الكوكتيل او الكالوبسيت الاول كيعطيني بيض مخصب ثلاثه ديال الاعشاش على التوالي، هذا الشيء اللي قلقني بزاف. اذا الاخوان دابا غنوريكم كل شيء دابا في الغرفه، دابا كل شيء غادي نمشيو نشوفو في الغرفه الجديد ديال الطيور، لان يعني تزاد الطيور جديده في الغرفه ديال العصفور، ونشوفو كيفاش غادي نبداو من تحت الصفر الانتاج من طيور الكوكتيل او الكالوبس الاخوان. هذه التجربه الفاشله الاولى هي البيض الفارغ. التجربه الفاشله الثانيه هي انني جبت واحد الزوج ديال طيور الكوكتيل وضعتهم في القفص، بقيت كنتسناهم يبيضوا، فعلا بيضوا 11 بيضه تقريبا. تخلعت انا، قلت ما يمكنش وانت ديال الكالوبسيت في المنطق او في الحاله العاديه كتحط 5 البيضات حتى 6 البيضات، هذا هو المتوسط ديال عدد البيض. لقيت 11 البيضه، شكيت صراحه كلها فارغه حيدها، عاوتاني بيضوا تقريبا شي 10 ديال البيضات، وهنا اتاكد 100% انه عندي زوج ديال الاناث ماشي ذكر وانثى، عندي زوج ديال الاناث. ولكن ماشي مشكل الاصدقاء، الغلط كيوقع خصوصا في هذه الهوايه ديال تربيه العصافير، كيوقعوا بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الاخطاء، ومن هذه الاخطاء هذه كنتعلموا الصواب. غادي نمشيو الاخوان للغرفه ديال العصافير، غادي نشوفوا الطيور الجديده اللي تزادت في الغرفه، وغادي نحاولوا اننا نبداو من الصفر عاوتاني من ازيرو كيفاش نبداو الانتاج من طيور الكالوبسيت في الاقفص وليس في المحميه او في المسرح. على بركه الله، خيسوس ومحمود يلا حيد عليا، حيد. سير عند صاحبك يلا سير. خيسوس تصاحب مع محمود ولا عشيرو، ما بقاش كيخاف منه. اذا على بركه الله نطلق، ما نطولوش عليكم بزاف، نمشيو للغرفه ديال العصافير ونشوفوا الجديد. المهم الاخوان، جينا للغرفه الاصدقاء. المهم اول حاجه الدراري هي ان طيور البالجي او البيروش تحفزت عليهم الانتاج، هذه تقريبا جوج الاسابيع وقفت الانتاج ديال البالجي، حيدت لهم الاعشاش، ما فرقتش الذكور على الاناث، حيدت لهم الاعشاش صافي. المهم البيروش حبسنا عليه الانتاج تقريبا هذه جوج الاسابيع حتى من بعد. اوكي، هنايا الاخوان فريخات ديال البالجي انتاج هذا الموسم هذا، بعدو باقي الجنيبرات الصغار. المهم كانوا بزاف، جاوا الاصدقاء داو منهم شي وحدين وبقاو عندي هادو. المهم اي واحد بغى فريخات ديال البالجي سواء هنا كاين ذكور كاين اناث مخلطين، المهم يتواصل معايا مرحبا به. فهاد المسرح هذا الاصدقاء خلعناهم، وفي هذا المسرح هذا الاخوان عندنا هنايا شنو عندنا؟ عندنا فريخات ديال البالجي باقي الصنابر، وكما كتلاحظوا عندنا طيور ديال الكوكتيل او الكالوبسي هنا مجمعهم مع البالجي، ما كاين حتى شي اشكال، كيعيشوا مع بعضياتهم عادي، ما كيتضاربوا ما والو. هاد الثلاثه ديال الكالوبسي ديال الاخوان هادو ثلاثه ديال الاناث، ها هما جمعتهم هنايا عازلهم. قبل ما ندخلهم عند كل وحده غندخلها عند الذكر ديالها. اوكي الاخوان، هادو ثلاثه ديال الاناث ديال الكالوبسي والباقي راه بالجي. هاد الاناث هادو الاخوان غادي نحاولوا انني نزوجهم لهاد الذكور. هادو زوج ديال الذكور يلا تزادوا جداد عندنا في الغرفه. هذا كوب القديم، هذا هو الكوب اللي كيعطيني البيض خاوي، حيدت ليه حتى هو العش تقريبا هادي شي اسبوع ولا اكثر. ريتاما نطريطيهم مزيان ونعطيهم محفزات وتغذيه مزيانه باش نعاود معاهم ثاني المحاوله. المهم هاد الكوب هذا وانتا روتينو وذكر بايض. المشكل كاين في الذكر، لان الانثى كتبيض عادي، كل عش كتحط فيه 4-5 ديال البيضات، ولكن مع الاسف غير مخصبين. هنايا الاخوان زوج ديال الذكور اللي زدنا في المزرعه ديالنا، عندنا الذكر هذا اللهم بارك تبارك الله، جبني التكير هذا فاس بلون الوايت فيس ذكر واجد اللهم بارك للتزاوج، مستوى زوين تبارك الله.
هذا غنحاول انا نعطيه وانت بايد. وعندنا الذكر الحبشي او العادي، هذا ما عرفتش واش حبشي عادي ولا سينامو، المهم واحد فيهم اللهم بارك ما كيخافش بزاف، مباقي مستوى ممتاز تبارك الله. هذا حتى هو غادي نعطيه شي وانت ايزابيل اللي غندخلها عليه دابا حالا. اول حاجه الاخوان الى عندك ذكر، الى شفتي ذكر جديد وغادي تزوجوا مع شي وانت عندك، حاول ان الذكر هو اللي يبقى في القفص واحد المده ديال يومين ثلاث ايام عاد باش ندخلوا عنده الانثى، ما تكونش الانثى في القفص وندخل عندها الذكر، العكس نخلي الذكر واحد المده في القفص حتى يحس بان المكان ديالو وهو المسيطر على هذا المكان هذا، عاد باش ندخلوا عنده الانثى باش يتزوج معها. فاش كندخلوا الانثى الاخوان ما كنوضعش الاعش، ما كنوضعوش الاعشاش، او ما عندي هنايا الاعشاش الاخوان محيدهم، ما غنوضعش اليوم الاعشاش من النهار الاول، غنخليهم واحد اليومين او ثلاث ايام مجموعين حتى يتوالفوا مع بعضياتهم عاد باش نحط لهم الاعشاش ديالهم الاخوان. المهم نبداو على بركه الله. كما قلنا الاخوان الانتاج من الصفر شنو كيخصنا الاخوان اللي مبتدئين، مبتدئ من الصفر بغى ينتج من طيور الكالوبسيت، اول حاجه الاصدقاء هي القفص الدراري. القفص الاحجام ديال اقفاص الكوكتيل مختلفه على احجام ديال اقفاص البادجي او الكناري او الروز. الاقفاص ديال الكالوبس الاخوان كتكون كبيره شويه، اقل حاجه اقل عباره الدراري هو يكون 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 فيه في الطول ديالو اقل حاجه 60 سنتيم. شفتوا الاخوان 60 سنتيم في الطول الاخوان، في العرض ديالو الاخوان يكون 40 تقريبا تقريبا باش نشوف 40 سنتيم، اذا 60 سنتيم على 40، والعمق ديالو او هنايا كما قلنا العمق ديالو تقريبا واحد 40 سنتيم او 42، المهم 40 سنتيم في الارتفاع ديالو او العمق. اذا هادو هما اقل مقاس اللي تقدر تنتج فيه طيور الكالوبسيت. بالنسبه للوقافات كما كتلاحظوا يكونوا وقافات خشبيه على شكل دائري وشادين من الراس حتى للراس، كما كتلاحظوا عندي اليوم انايا العصا ديال الشطابه من الراس حتى للراس، وقافه كي بحال هكا كلهم الدراري بحال هكا، المهم كلهم عباره واحد باش هاد الوقافات هادو الاخوان كيستحكم حتى في الوقفه كما كتشوفوا الاخوان كيستحكم رجليه كيوقف مزيان وكيلقح فيها مزيان، هادشي اللي كاين. اذا قلنا الاخوان العبارات ديال الاقفاص 60 على 40. ندوزو للاعشاش. اوكي الاخوان بالنسبه للاعشاش ديال الكالوبسيت هي اعشاش هي كبيره نوعا ما، يعني كبيره على الاعشاش ديال البادجي، هنايا في الطول ديالها تقريبا واحد 32 او 33 سنتيم، فهنايا العرض ديالها تقريبا 24 سنتيم، وهنايا هنايا بحال هكا 24 سنتيم، يعني 24 على 24 على 32، يعني هذا اقل المقاسات اللي تقدر تستعمل كاعشاش للكالوبسيت. دابا شنو غادي ندير الاخوان، غادي نهز انت من هنايا غنحطها عند هذا الذكر، غنعاود نهز انت اخرى وغادي نحطها عند هذا الذكر هذا، وغادي نخليهم تقريبا يومين او ثلاث ايام، ومن بعد نوضع لهم اعشاش ونتوكلوا على الله. هذا الشيء اللي كاين. اذا الاخوان الحمد لله جمعنا كل انثى مع الزوج ديالها او مع الذكر المناسب ديالها، غادي نحاول اننا نحطوهم واحد 3 ماشي 24 ساعه تقريبا هي بين ما يتوالفوا، ونحطوا لهم الاعشاش او السنيدقات ديالهم. اذا هذا هو الزوج الاول، الزوج انا رقمهم، هذا الزوج رقم واحد الاصدقاء، الذكر فاس بلون والانثى بايد، اللهم بارك الله يسر لكم. تهلا الزوج رقم زوج الاخوان، الذكر حبشي عادي نورمال، والانثى كما كتلاحظوا انت ايزابيل هي كتشوف فينا. السلام عليكم، كي دايره لاباس عليك؟ يلا تهلاي. الزوج رقم ثلاثة الاصدقاء، واللي زوج قديم عندنا فيه المشكل ديال الذكر ما كيخصبش الانثى مزيان، هذه انثى لوتينو والذكر البايد. الذكر البايد الاخوان عنده بحال قلتي البيض ديالو ما كاملش، وانا شك بان هذا يقدر يكون سبب ديال عدم تخصيب البيض، انا الديل ديالو غير مكتمل في النمو ديالو. المهم الاخوان تكلمنا على حجم او مقاسات ديال قفص التزاوج، 60 على 40 هو اصغر حاجه تقدر تزوج فيها الكالوبسيت الاخوان. الوقافه ديال العود شاده من الراس للراس تكون دائريه باش يحاول ان الطيور تحكم في الوقفه. عدم السبيه الحبوب في هذه الفتره هذه، غنحاول في هذه الفتره ديال
ديال التجهيز نقدر نعطيهم بيض مسلوق الجزر. انا كنركز على البيض على الجزر، الجزر محفز الاخوان. ومره مره او جوج مرات في الاسبوع كنعطيهم الدراري السبانخ او ما عرفتش نقول لهم لي زيبينار السبانخ. هاد السبانخ الاخوان راه تي مفيده بزاف الاخوان. كنعطيهم السبانخ زوج المرات في الاسبوع الا كان الحال سخون، كان الحال بارد مره في الاسبوع كافيه باش نتفاداو الامراض. هادشي اللي كاين اصدقاء الماء كنبدلو كل 24 ساعه او كل يومين. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للاخوان المبتدئين اللي ما عمرونج من الطيور الكالوبسيت وبغي ياخذ او بغي يشري طيور ديال الكالوبسيت، كننصحك بانك تمشي عند بائع اللي يكون ثقه باش ماشي غيبيع لك زويجه تكون صغيره في العمر ويقول لك هذه راه واجده او جاهزه وهي ما واجداش، فهمتي؟ تبقى انك تسنى. من الافضل انك تمشي عند شي واحد اللي يكون ثقه وما المهم يكون ثقه وصافي، ما نقدرش نقول لك انا شي حاجه اكثر من هكا. هذا الشيء اللي كان اخوان. اذا من بعد 24 ساعه ان شاء الله غادي نعاودوا نتشوفوا ونحطوا لهم العشاء ديالهم او السندقات ديالهم ونتوكلوا على الله. 24 hours later. السلام عليكم الاخوان. بعد مرور 24 ساعه تقريبا الازواج ديالنا اللي جمعنا الحمد لله ما تضربوا ما تخاسموا ما تقامشوا ما والو، يعني مسالمين الذكور مسالمين مع الاناث الحمد لله، والاناث كتستجب للذكور ديالها يعني كتسمع التغريد وكترد عليه. إذن عادي جدا الذكور كما كتلاحظوا الذكر كيتقرب من الانثى كما كتلاحظوا الاخوان. شنو كتبان لي بهذا الدور فيه بشي عضه ولكن هو فهمتيني زاعم عليها ماشي مشكل. هذا الاخوان حتى هو هذا الزوج هذا بخير الحمد لله، ما وقع بيناتهم حتى شي صراعات حتى شي المهم حتى لا صراع لا والو الاخوان كلشي بخير. اذا الاخوان حان الوقت باش نوضعوا لهم السندقات ديالهم. هاد السندقات الاخوان كيجيو معاك كتجي معاهم كيجي معاهم المجر الخشبي. هذا المجر الخشبي ضروري الدراري ضروري الاخوان. هنايا ما غنخليوش بحال هكا غنفرشوه، يعني باش غنفرشوه غنديروا فيه النجاره الدراري، غنديروا فيه النجاره او نقدروا نديروا فيه حتى رمل القطط. بالنسبه لهاد النجاره ديال الاخوان بعد خطرات كيكونوا فيها عويدات بحال هادو حيدوهم شي نخليو غير النجاره اللي رطبه. اوكي غنفرشوا لهم العام سيدي الصندوقات ديالهم. علاش كنديروا النجاره الدراري؟ هو حفاظا على السلامه ديال البيض بعدا اولا، ثانيا ان النجاره كتمتص كتقلل من نسبه الرطوبه في العش وكتمتص حتى الفضلات ديال الطائر كتخلي العش ناشف. اوكي دابا صافي هذا الشيء كيكفي. المهم غنحاولوا اننا نحطوا العش الاول. هذا حتى هو فيه النجاره الاخوان، حطينا فيه النجاره ديال الخشب. إذن إخوان حتى نصندقات الفراخات ديالنا صندوقة 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 كما كتلاحظوا هنايا. أول من يذهب إلى الصندوق أو إلى العش أو أول من يكتشف العش هو الذكر. أوكي الدراري الذكر هو الأول كيحاول أنه يدخل العش ويكتشفه كما كتشوفوا. هو دخل اللهم بارك. ملي كيدخل الذكر للعش كيبدأ يغرد باش تبعوا الانثى وتدخل حتى هي للعش ديالها كما كتلاحظوا هو خرج. اذا الذكور الاصدقاء هي الاولى كتدخل الصندوقه وكتكتشف الاعشاش. من بعد ملي كتلقى ان العش مريح وملائم وفي وامن كتبقى تغرد في وسط العش باش تجلب الانثى حتى هي تدخل للعش ديالها. هنايا هادي دخلت حتى هي، هادي موالفه تدخل للعش، هادي هادو موالفين. المهم الاصدقاء ملي وصلنا لهاد النقطه هادي جهزنا الازواج حطينا الصناديق او الاعشاش. هنا كيجي كتجي اهم نقطه اهم حاجه الاخوان في الهوايه وهي الصبر. هنا خاصك تصبر تهلا فيهم العنايه التغذيه محفزه نظافه الاقفاص الاستحمام والصبر وان شاء الله يكون خير. Thank you.
كيس اللهم بارك. الاخوان باش نعرفوا باش نقدروا نميزوا بين الذكور والاناث كما كتلاحظوا دابا ان الذكر هو اللي كيغني هو اللي كيغرد الذكور تغرد باستمرار حتى كاين حتى بعض الاناث اللي كتغرد ولكن تغريد متقطع فهمتيني الذكر كيغرد الاخوان غالبا الذكر هو اللي كيغرد اه يا اه يا خطير خطير هذا الحبشي هذا كيحل الباب شوف 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 هاي خاصني ناخذ الاحتياط ديالي خاصني نسد هذا الباب هذا نسدو بشي سلك لانه يقدر يحل الباب في اي لحظه ويخرج مريقل انت يا ياك هادشي اللي كاين اصدقاء شكرا لكم على المتابعه كنتمنى نكون وصلت واحد شويه ديال المعلومات بالنسبه للمبتدئين لانني حتى انايا مبتدئ فشلت في التجربه الاولى وهذه التجربه ديالي الثانيه الاخوان كنتمنى تكون تجربه ناجحه المهم غنبارطاجي معكم او غنشارك معكم اي مشكل واجهته اي حاجه وقعات ماشي هي هذه كنحاول انا نبارطاجيها معكم اي واحد عنده شي تساؤل او عنده شي نصائح او عنده شي استشاره يخليها لينا في التعليق كنقرا جميع التعليقات ديالكم الاصدقاء شكرا لكم على المتابعه كان معكم عصفور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.